وللأسف الشديد أنا قبل ما أطالب الآخرين كمواطن عراقي وكإعلامي حر، قبل ما أطالب الآخرين أنه يراجعون حساباتهم خارج العراق، أطالب اللي بوطننا سياسيين ومحللين سياسيين وإعلاميين أن يعتذروا لهذا الكيان الوطني، لأنهم خاضوا بالكثير من الاتهامات الكاذبة وروجوا لها بالإعلام للأسف الوطن العراقي، وهذا ما يصير، ما يصير. يجب أن لا نستعجل نقول هذه التهمة هكذا ننتظر، لكن أن نحكي ضميرنا. فمبارك لفلاي بغداد، مبارك للمسافرين أن تعود هذه الشركة، ونرجو بالفعل أن تكون خدماتها أفضل. وشنو اللي يمنع تكون خدمات فلاي بغداد أفضل من أي خدمات لشركة عالمية؟ شنو اللي يمنع؟ شنو اللي يمنع أن تكون هي أفضل شركة بالشرق الأوسط؟ ماكو شيء يمنعها. على مجلس إدارتها وسيد رئيس مجلس الإدارة وكل عامل بها أن يتخذون من هذا اللي صار أنه نعم إن تردتوا تأذونا، لكن الحمد لله جت الأمور بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي العدل والحق، وسنعود بقوة. هكذا يجب أن يكون شعار الشركة، أننا سنعود بقوة وسنستمر بقوة، وأن تكون خدمات المقدمة للمسافرين توازي خدمات أفضل شركات العالم.